الرياض، السلام عليكم ورحمة الله. الزريقة ديالنا انتم تبارك الله كما كتشوفوها هي كيفاش باقية، هي حية اللي شدينا. ان شاء الله غنديروها في الكروسيل يعني في الملح كما كتشوفوها هي. احنا حطيناها في المكان ديالها ان شاء الله، وغنديروا عليها الملح كما كتشوفوا. فرشنا لها الملح، فهي كتبقى طريقة هائلة في طهي الأسماك. فالأسماك كتحافظ على النكهة ديالها والطعم ديالها، والإنسان كيستافد منها. ان شاء الله ملي غادا توجد ان شاء الله غادي ان شاء الله نتقاسموا معكم كيفاش ولات من بعد الطهي ديالها. كما كتشوفوا الحوته ديالنا هي وجدات، نحاولوا نحيد عليها الملح ديالنا. كما كتشوفوا ها هي الملحه ديالنا، حنا غادي نحيدوها. فكما كتشوفوا الاخوان الزريقه ديالنا، نتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه هذه، فهي طريقه ديال الطهي ديال الاسماك بالاخص اللي مصطاده بالقصبه، يعني طريقه ممتازه وكتطلع فيها الاسماك لذيذه بالطريقه هذه. وتبارك الله عليكم الاخوان الرياس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.